أبو الخمرة. من اسم موصول بمعنى الذي، وهو من علامات العموم عند الأصوليين، من ألفاظ العموم عند الأصوليين يعني أصول الفقه. من مات فعل ماضي يبني على الفتح يدل على أيضا العموم أيا كان هذا الذي مات. من مات من أمتي وهو يشرب الخمر. من أمتي، من هنا تدل على التبعيض، وأمتي هنا نكرة مضافة تدل على أمة الإجابة، على أمة الإجابة الذين رضوا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا. نحن نحاول أن نتمرن على استخراج القواعد الأصولية من الأحاديث النبوية. نعم. وهو يشرب الخمر، وهو مبتدأ، يشرب فعل مضارع مفعول بالضمة الظاهرة على آخره، الخمر مفعول به منصوب بالفتحة، والجملة من من الفعل والمفعول في رفع خبر المبتدأ جملة فعلية. وهو يشرب الخمر جملة مستأنفة تدل على عظم هذا الجرم عافانا الله وإياكم.